السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة في قناة أبو زين جيم؟ وحشني جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أما حاجة تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس تستنى مني كل جديد على قناة أبو زين جيم. النهاردة جايب لكم أرشيف القرصان، طبعا في سيرفر أب كونكر، سيرفر محترم جدا 3 دي على آخر فيرجن على أرض قديمة، ميكس جامد جدا. بصوا بتاع واحد أجنبي بس محترم جدا، عامل فيه شغل عالي جدا وابديت لغايه اخر حاجه. انا ب 18 يعتبر ببلاش، بتعمل لها ابديت كل حاجه زي ما انا اوريكم. هسيب لكم الفيديو في اخر الوصف، في الوصف تحت او في اخر الفيديو اتفرجوا عليه، ده الشرح عن السيرفر كامل. طبعا ده بس انا جايب الارشيف بتاع الكورسون زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه روعه روعه يعني. بصوا طبعا بتفتح بكل سهوله وكل حاجه، طبعا الحاجه بتاعته بتشتريها من هنا لما بيكون معاك حاجه من كده. دي بتيجي من تضرب الوحش الكبير، تروح او حتى لو لمسته لمسه، لمسه واحده بس. اي بص يا جماعه، ديت السكيلات بتاعته اهي. بصوا دي سكيلاته زي ما انتم شايفين، كل سكيل بيتغير كل شويه، ما بتعدي الوقت ده اللي تحت زي ما انتم شايفين، ده بيتغير بيتغير بتاعه. ضرباته حلوه. طبعا بص اقول لك على حاجه، اللي بيعرف يلعب باكونت بيلعب مهما كان هو ايه. طبعا هو احنا مستنيين كل ده ان شاء الله. الارشيف المونك هعمل عنه دقه كبيره جدا زي ما انتم شايفين اهو. بس اهم حاجه تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس وتستنى مني كل جديد على قناه ابو زين جيم. انا قلت بس اغير اسم القناه عشان الجديد جديد باذن الله. بصوا حاجه، الحاجه بتوع هنا برضو بتاعت يعني الحاجه اللي هي بتوع اللي هي الايبك بتاعها بتوع هنا برضو تجمعها عادي زي ما انتم شايفين اهو. طبعا اسكيلات وكل حاجه بتقع هنا. طبعا هو بيصعبها شويه اللي عشان ما يكونش اوفر قوي. طبعا انت ممكن تبقى لابس فول 18 بس مش مقفل الرونات، الكلام ده انا مش مقفل الرونات للاخر، في ناس مقفلاها لسه مش مقفل الوحش ده للاخر برضو. الوحش ده زي ما بعضينا كده انت فاهم، حاجه حاجه. وانا ممكن اكلم الجي ام انا اقفل كل حاجه، بس انا ببدا ايه حاجه حاجه معاكم زي ما انتم شايفين. تعالوا نتفرج على السكيل بقى زي ما احنا داخلين عشانه اهو. بصوا يا جماعة نار نار. طبعا هو اسكيلاته حلوة، ده تنين زي نظام تنين بيطلع كده اهو، بيطلع تنين كده بيقتله. طبعا كل شوية بيجي النار ده. طبعا هو عامل زي النينجا، لما بتيجي تضرب الاسكيلات كلها بتيجي ورا بعضها اهو. بصوا الاسكيلات بتيجي عادي، يعني انت لو بتضرب في الوحش عادي بتيجي مفيش أي مشكلة. طبعا السيرفر زي ما انتم شايفين هوريه لكم برضو اهو، سيرفر الناس قاعده فيه اهو. طبعا مليان، طبعا الناس معروفه زي ما انتم شايفين، ناس تقيله. ده يعتبر اقوى قرصان موجود اهو، وقتك 71,000 مع الحصان مع كل حاجه، مقفل كل حاجه في السيرفر زي ما انتم شايفين اهو. يعني اكونت جامد جدا، حتى الارشيف بتاعه متقفل اهو، مقفله ميكس ميكس مقفله خالص اهو. يعني حاجة روعة روعة يعني. طبعا ضرباته غير ضرباتنا، طبعا في ناس كتيرة جدا. طبعا السيرفر مليان، الوريور والووتر والتروجن. الوحش ده لو ضربته حتى ضربة، الوحش ده بس، الوحش ده لو ضربت ضربة هيجيلك هيجيلك اللي هي الحاجات الماتيريال بتاعتها اهو. طبعا انا عشان انا مش بس طبعا المط عشان في ناس اهو. انا خدتها اهي فوق زي ما انتم شايفين اهي، لو عملت كده اهو ضربت ضرب الوحش بس ضرب. طبعا مصحى هيجي، طبعا بيقع حاجات كتيره جدا من الوحش هتفكه. طبعا انا بقول لك العب بالاكونت اللي انت بتحبه، ما تبصش على ازاي تلعب. طبعا اون اللي هو دراجون ده، في واحد اسمه دراجون برضه قوي جدا. طبعا انا خدتهم قبل كده، لازم اقتل وحش مثلا يعني مثلا دقيقة اي يعني لا ثانية برضه، لازم اجيب منه اتاكات زي ما انتم شايفين. سيرفر جامد جدا، في كل حاجة موجودة. طبعا كفاية بس الارشيف، الصفة يا جماعة بتيجي من هنا. هسيب السايت وكل حاجة عن السيرفر بتاع اهي، عند الراجل ده بيجيب لك الصفة اللي ورا ده. كل الصفة طبعا انا مش عايز اجيبها من هنا.
السيرفر جميل وسهل وسلس. طبعا الناس بدأت هتبيع وتشتري فيه. بصوا يا جماعه، البتاعتين دول، البنتين اللي واقفين في النص دول، دول بتاعت الليفل. لو عايز تجيب ليفل 140 تشتري حاجات هنا، اللي هنا بقى كل حاجه موجوده هنا تبع السيرفر، اللي هو تبع اللي هو الكتب ديت طبعا، والحاجات دي موجوده، كل حاجه موجوده زي ما انتم شايفين اهو. كل حاجه تشتريها من هنا، حتى بتجيب سي بي اس من هنا. هنا هنا طبعا لو عايز تهنط في مكانين اهو، لو عايز تهنط في مكانين هنا، ده كويس الفي اي بي 4، بس لما بيجيب التلاتة، بيجيب التلاتة من هنا طبعا بالوقت اهو. بيقول لك هنا 500، الواحد الفي اي بي الواحد ب 500 بوينت، وهنا ب 1000 بوينت، وهنا 1500 بوينت. وبعدين بتعمل الكويست، مش هيخش ليفل 4 لما يجيب الكويست. لو انتوا شايفين السيرفر حلو جدا، يعتبر ده تاني اكونت قوي جدا في اللعبه. انا بقول لكم على الموجودين طبعا، مقفل، مش مقفل كله، مش اللي هو الاكونت اللي انا قلت لكم اللي انا مقفل كله اهو، ده عادي زينا يعني، بس مش قوي او اقوى مننا ان هو مقفل الرونات والكلام ده اهو. سيرفر محترم جدا. بص يا جماعه، بص الجمال والله. الواحد بص يعني، بيبص على السيرفر اللي زي دي بيفضل متمسك بيها. انا بقالها فتره جدا، بقالها اكتر من داخل على سنتين، السيرفر ده مفتوح محترم جدا، ومع كل تحديث لكونكر زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه الروعه، اقسم بالله احلى صوره ناخدها كده. انا بصوا، انا هعمل ايه بقى، انا هعمل احلى صوره لمتابعيني اهو. بس تعالى نفتح بقى دراجون، ماشي مع دي. بص يا جماعه، ميكس، اوعى اوعى، انا بتاع الجديد. يلا سكرين، انا خدت سكرين اهو لحبايبي واخواتي، مستنيكوا تعملوا لايكات بقى وشير الفيديو. وباذن الله الجديد جديد، باذن الله السيرفر الحقيقي حلو هفضل فيه. في سيرفر قريب هنزله 2 دي للناس اللي عايزه 2 دي. انا هشتغل على القناه في جميع كل المجالات، في كونكر، في تيبيا، في كل السيرفرات، وكل الالعاب اللي انا اقدر اشغلها على الجهاز عندي هنصورها ليكم، ولو فيها شرح كبير هشرحه برضو. بس اهم حاجه تدعموني اخواتي وحبايبي صحابي من ايام قناه، من ايام ما كان اسمي كونكر تهيس، هم معايا، وابو زين برضو معايا، وحبايبي ومتابعيني انا بحبكم جدا. ولو في حاجه جديده بقولها لكم، وعلى يدكم الحاجه اللي بلاقيها غلط بتكلم عنها، مهما كان صاحب السيرفر يزعل ما زعلش، ما يخصنيش. اهم حاجه احنا متابعيني، الولاء معايا ليكم، وانتوا بتحبوني، وانا بقول الكلام ثقه. حتى لما بلاقي واحد مستغل الناس انا بكلمه، ما اسمعش خلاص براحتك، ما اسمعش لحد. اهم حاجه اللي احنا مع بعضينا باذن الله في كل جديد، وانا باذن الله في مفاجآت، وانا بساعد الناس على قد ما بقدر. ما يعني بصوا يعني، على قد ما بقدر بظبط الناس يعني، برضك على قدي اللي انا طبعا. الجي ام اجنبي طبعا، لدرجه ان انا بتابع يعني، بتكلم معاه موال عشان هو تبع ولايه كده يعني، كلامهم غريب شويه، ان هو صعب شويه. زي ما انتم شايفين اهو، ده السيرفر وكل حاجه سهله فيه وسلسه، بس انت تلعب وتقدر. بس لعبت بتروجن شغال، لعبت بوتر شغال، لعبت باي حاجه حسب ما انت بتلعبها. باذن الله انتظروني في سيرفر، في سلسله جديده باذن الله، هيبقى عن ارشيف الارشيفات اللي نازله جديده. يا رب نزلوا المونك عشان انا مشتاق ليه، نفسي اشوف الاكونت ده في قوته، ان هو قوي فعلا من غير ارشيف، وقوي لغايه دلوقتي، بس كفايه الشد بتاعه وتضربه صعب ان انت تموته. برده اكونت جامد جدا، والناس هنا محترمه جدا، ومستنيكم في سيرفر جديد مع ابو زين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.